بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ضمن قاعدة الإيمان يزيد وينقص، قاعدة متفرعة عنها أو هي جزء منها، وهي أن الإيمان له أصل وكمال. وأثناء كلامنا على عمل على قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان تبين شيء من ذلك، ونزيده اليوم تفصيلا. أولا، هذه القاعدة هي من خصائص أهل السنة والجماعة، لم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيها أو بطرفيها، الفرق المبتدعة الخوارج والمعتزلة من جانب، أو الجهمية والمرجئة من جانب آخر. ليه؟ لأن هم كل أهل البدع بيقرروا دائما أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال كله، وإذا وجد وجد كله، لا يتبعض، لا يمكن أن يتجزأ. وهذا الكلام نجده في البدع القديمة والحديثة، ومن قرأ في الكتب المعاصرة وليس عنده هذا الفهم ربما يحصل له نوع من الشبهة المتعلقة بذلك. يعني مثلا كتابات سيد قطب أو غيره من المعاصرين الذين يتكلمون عن أننا لابد أن نأخذ الإسلام كله، وهذا واجب، هذا لا شك فيه، ولكن من أخذ بعض الدين متى نقول عنه أنه مسلم ومتى نقول ليس بمسلم؟ فقد قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا حكم الله عليهم بالشرك مع وجود شيء من الإيمان بالله؟ هو الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته ببعض معاني الربوبية، من أنه الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. السبب في ذلك أن الذي ولد من الشرك مع هذا الجزء من الإيمان أحبط أثر هذا الجزء، لأنه زال بوجوده ركن من أركان الإيمان وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي هو في قول القلب وفي قول اللسان وفي عمل القلب كذلك وعمل الجوارح. نعني أن الشرك الأكبر إذا وجد في القلب حبط عمل الإنسان وحبط إيمانه، فلم ينفعه الجزء الذي آمن به. إبليس يؤمن بوجود الله ويقر ويعترف بأن الله خلقه وخلق آدم، وأن الله الذي ينظر إلى يوم يبعثون، عنده إقرار باليوم الآخر، ولكن زال من قلبه
أصل عمل القلب من الإنقياد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ووجد في قلبه الإباء والاستكبار فكان من الكافرين، ولم ينفعه أنه أقر بوجود الله. المشركون عباد الأوثان عندما ولد في قلوبهم تأله غير الله زال من قلبهم إفراد الله عز وجل بالعبادة، وزال من عملهم حين سجدوا للأصنام وحين ذبحوا للأصنام وحين عبدوا الأصنام وحين نطقت ألسنتهم بتسميتها آلهة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فزال قول لا إله إلا الله من القلب ومن اللسان. وحين ولد الشرك زال الجزء الذي هو ركن في الإيمان في العمل الظاهر وهو ترك الشرك. يعني احنا لو نيجي نقول، احنا قلنا الأعمال الظاهرة من الإيمان، الأركان الأربعة من الإيمان، وذكرنا الخلاف الذي فيها وسنذكره أكثر توضيحا، لكن ترك الشرك المنافي لا إله إلا الله، إن الإنسان لا يسجد لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله، الجزء ده هو ترك شيء إن أنا ما أعملوش، ومع ذلك هو يسمى عمل. الترك ده مقصود، فلو زال من القلب هذا الترك للشرك زال الإيمان. أهل البدع ليس عندهم أن الإيمان له أصل وكمال. نقول بقى إذا وجد في القلب أو في اللسان أو في العمل شيء ينافي كمال الإيمان الواجب، يدل على نقص في الإيمان سواء في الباطن أو في الظاهر، ولكن لا يصل إلى درجة مناقضة أصل التوحيد، لا يصل إلى مناقضة لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، ولا مناقضة أركان الإيمان باطنا أو ظاهرا، ينقص الإيمان ولا يزول بالكلية. يعني في الآية اللي احنا ذكرنا استدلال بيها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هي الآية دي نزلت في مين؟ في مشركي قريش، ومن نحى نحوهم ممن يقر بوجود الله ويقر بأنه الخالق الرازق ولكنه يشرك في العبادة. وشملت الآية دي عند، يعني ده سبب نزولها الأول واللي نزلت فيهم أولا، وجود شرك أكبر أحبط أصل الإيمان، أحبط الإيمان الذي عندهم، الجزء اللي موجود من الإيمان ده أصبح ما ينفعش، رغم أنه هو جزء من أصل الإيمان اللي يجب أن يوجد عند المؤمن، بس أصل الإيمان مش هو ده بس، ده لازم يوجد مع الإقرار بوجود الله، الإقرار بأنه سبحانه وتعالى الذي لا يعبد سواه، لا إله إلا الله. ففي نوع تاني بقى ممكن يوجد يجامع أصل الإيمان، لو قلنا مثلا الشرك الأصغر، لو إن إنسان آمن بالله عز وجل ووحد الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الله وإنقاد له وصدق بقلبه، يبقى عنده التصديق والعلم وعنده عمل القلب ونطق بالشهادتين وعمل أعمال الجوارح نفترض مثلا، ولكنه عنده رياء أو بيحلف بغير الله، حلف بغير الله ليس على جهة التعظيم كتعظيم الله، فهذا الأمر لا يحبط كل الإيمان من قلبه. يبقى يستدل به
بالآية دي عليه بس من غير إحباط الإيمان الذي وجد بالكلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الشرك اللي هنا شرك أصغر، أقصد يعني اللي احنا في اللي بنتكلم عليه، مثل قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يعني لو واحد رأى في صلاته أو في صيامه أو في صدقته وقع في شرك لا يخرج من الملة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث سماه الشرك الايه؟ الأصغر. فالشرك الأصغر ده يحبط كمال الإيمان الواجب ولا يحبط أصل الإيمان. يبقى احنا عندنا صور في وجود أن الفرد قد يجتمع فيه إيمان وكفر أو شرك، في نوع منه الإيمان هيحبط بالكلية ويبقى الشرك والكفر لما يكون الشرك ده شرك أكبر وكفر أكبر، وفي نوع تاني هينقص إيمانه ولا يحبط لما يكون الشرك ده شرك إيه؟ أصغر. هنفهم المسألة دي إزاي؟ مش ممكن نفهمها إلا في ضوء القاعدة اللي بنتكلم عليها أن الإيمان له أصل وإيه؟ وكمال. عشان كده بنقول وذلك بناء على اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتشعب، وهو ما خلفهم فيه أهل البدع بسائر طوائفهم. قلنا إن الخوارج والمعتزلة بيقولوا الإيمان كله، كل أجزاؤه إذا فقد شيء منها فقد الإيمان كله. المعتزلة بيسموه فاسق في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، والخوارج بيكفروه، ده بالنسبة للمرتكب الكبيرة. والجهمية والمرجئة قالوا إذا ورد أصل الإيمان، ما عندهمش أصل وكمال، فإذا ولد يعني المعرفة، ولدت المعرفة عند الجهمية، أو المعرفة ونطق اللسان التصديق بالقلب وباللسان عند المرجئة، وجد الإيمان كله، وجد الإيمان كله، يبقى ما عندوش نقص فيه. أهل البدع نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد. المقصود بأصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل في الإسلام. يعني حتى ولو كان معذور في أنه لم يأتيه الشرع، لم تأتيه الرسالة، لم يبلغه خبر الرسول، بس ما جابش أصل الإيمان، ما بقاش مؤمن حتى وبقى كافر، ولكنه غير معذب، مات مشركا لم تبلغه رسالة رسول، يوم القيامة يكون ممتحنا، يرسل الله إليه أن يدخل النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. طب الشخص ده زي ما قلنا قبل كده كافر ولا مسلم في الدنيا وفي الآخرة؟ كافر، ولكن غير معذب، وفي الدنيا ما يجوزش قتاله ولا قتله دون أن نبلغه الدعوة. نضرب مثل عملي أظن أن نضربها قبل كده، لو واحد جاي من مجاهل أفريقيا أو من الأمازون ولا من غابات أمريكا اللاتينية، سافر وساب أهله، ساب أبوه وأمه، لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن بعثة الرسل، ويعبدون غير الله أو لا ملة لهم، يعبدون الأوثان، ثم جاء إلى بلاد الإسلام وعرف دين الإسلام وأسلم،
ورجع بقى عشان يبلغهم لا ابوه مات وترك له ميراث، ينفع يورثه؟ لا ما يورثوش. ليه؟ لان ابوه مات ايه؟ كافرا. طب ده في الاخره وخلد في النار؟ لا ده ما يعذبش ابتداء الا اذا ايه؟ الا اذا امتحن وابى ان يدخل النار، فاذا دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، مع ان احنا هنعامله في الدنيا ايه؟ كافر، وهو عند ربنا ايضا ايه؟ كافر، بس كافر غير معذب، لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول لك لما ربنا بعث الرسول خلاص، هنقول حتى يبعث رسولا، ايوه تبلغه ايه؟ دعوته، لان ربنا قال لانذركم به ومن بلغ. يبقى اللي منذر مين؟ اللي بلغه القرآن، مش انه ان الرسول بعث وهو ده ما بلغوش. هضرب مثل تاني هنفرق بيه في المسألة دي. واحد جه من بلاد مسلمين ينتشر فيها الشرك، عبادة القبور ودعاء غير الله ونحو ذلك، بس هم جهال، إخوة كتير في أول الصحوة، كانوا كثير من أهليهم صوفية ممن يطلبون المدد من البدوي وغير ذلك، والدعوة ما انتشرتش. ولما هم التزموا، نقول بقى الراجل ده جه بلاد اللي فيها العلم وتعلم ان ده منافي للتوحيد، وان التوحيد ان يدعو الله وحده لا شريك له، بس الناس دول بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ويجهلون ان هذا الامر مناف للتوحيد. رجع عشان يدعي اهله بقى وابوه وامه، لا ابوه مات. الراجل ده يورث ابوه ولا لا؟ يورثه، لانه عنده اصل الايمان، والشرك اللي جاله ده اللي عمله نتيجه ان هو لم يبلغه تفصيلا، لم يقدح في اصل الايمان، فانه من جهه النوع شرك اكبر، لكن بالنسبه لهذا المعين لم يثبت في حقه انه شرك اكبر. فالمقصود باصل الايمان هو الحد الذي من نقص عنه ايمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل الاسلام. قال محمد بن نصر المروزي: ان للايمان اصل، من نقص عنه مثقال ذره زال عنه اسم الايمان، وان لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الايمان، ولكن يزداد بعده ايمانا الى ايمانه، فان نقصت الزياده التي بعد الاصل لم ينقص الاصل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وهو مركب، الايمان مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. كلام مهم جدا. الايمان اصل وله كمال واجب، وكمان لو نزود نقول وكمال مستحب. قال: ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. تكملة الكلام من كلام شيخ الاسلام تيمية، ومن اللي بيقول وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله، ومن مستحب يفوت بزواله علو الدرجه. قال: ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. وقال ايضا: وهو اي الايمان في الكتاب بمعنيين، اصل وفرع واجب. وقال ابن قتيبة: الإيمان صنفان، أصل وفرع. ما يدخل في أصل الإيمان؟ اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان، فمن تركها فقد كفر، واختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها من فروعه.
أولا الأصول وفي أجزاء متفق على أنها من فروع الإيمان، هي من الإيمان ولكن من فروعه. أولا الأصول المتفق عليها قول القلب، وهو ما لم يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة فضلا عن أهل السنة، إلا ما كان من خلاف الكرامية. الكرامية الذين يقولون الإيمان هو نطق اللسان فقط، وابن تيمية يقول أظنهم يقصدون في أحكام الدنيا، لكن ظاهر قول ابن كرام أنه يقول أن الإيمان نطق اللسان فقط. طبعا الرد عليهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي دي الكرامية، دول ان الكرام من اصحاب الاشعري ابن كرام بيقول ان المنافق مؤمن مخلد في النار، متناقض طبعا. الا ما كان من خلاف الكرامية وغلاة الجهمية عندما فرق بين الاقرار والتصديق. قال شيخ الاسلام: قال اهل السنة وفي الحقيقة مفيش فرق. قال شيخ الإسلام: قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. بس الاعتقاد ده عند أهل السنة يشمل اعتقاد اللي هو تصديق القلب وعمل القلب، لا نزاع عند أهل السنة في ذلك كما سيأتي. قال ابن رجب الحنبلي: الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد، فنقيض الأول كفر ونقيض الثاني الفسق، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة. قال: والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، يعني لو واحد عمل ذنوب كثيرة ظلم ناس هيقتص منه يوم القيامة، هياخده من حسناته لما يجي ان حسناته كلها خلصت. هل الغرماء دول ياخدوا من اصل الايمان عنده؟ يعني ممكن يتاخد اصل الايمان يقوم يبقى كافر عشان يقضي اللي عليه؟ فبيقول لا يقتسمه الغرماء، ده هو لما يوصل للحتة دي يتحط عليه من ذنوبهم هم من غير ما يفقد أصل الإيه؟ الإيمان. يعني الرجل الذي يأتي بصوم وصلاة وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الرجل ده هيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج من النار يوم من الدهر، لان زي ما الرجل يقول الايمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه، لان الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض اهل التوحيد في النار. الجزء الثاني قول اللسان الشهادتان، وهذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلا الجهمية، لأن الجهمية هم يقولون أن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة، ومن وافقهم حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. قال الحافظ ابن رجب: ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها بتصديق القلب مع شهادة اللسان وعمل القلب طبعا كما ذكر. الثالث عمل القلب، والمقصود هنا أصل عمل القلب، نعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان. وفي هذا الأصل، أي كون عمل القلب أصل الإيمان أصل في الإيمان، يبدأ التمايز بين المرجئة وأهل السنة، حيث إنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط، ده بالنسبة للمرجئة.
يجعلون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان فقط دون أعمال الجوارح، وأكثرهم في الحقيقة يخرجون عمل القلب. بعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان، فرق منهم اسمها الصالحية والشمرية والتوبانية، ولكن أكثرهم لا يدخل عمل القلب في الإيمان. قال شيخ الإسلام: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد. ده كلام مهم جدا، إن أصل أعمال القلوب اللي هي في الحقيقة قضية التأله اللي هي لا إله إلا الله. يعني إيه الإله؟ الإله الذي نحبه ونخضع له وننقاد له. لو زال أصل الحب وأصل الإنقياد يبقى مفيش أصل الإيمان. طب بقية الأعمال القلبية هي في الحقيقة ضمن الحب والإنقياد، أو هي ضمن الإنقياد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والدين القائم بالقلب من الإيمان، والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. علما اللي هو التصديق قول القلب، وحالا اللي هو عمل القلب. وقد فسر معنى الحال في موضع آخر فقال: ويدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا. عند الصوفية بيسموها أحوال ومقامات، مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة. قال: فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه، يعني معترف بأن ربنا هو الذي من عليه بالنعم، وأنه هو الذي جاد بها ويستحق أن يثنى عليه بها، ولكن لم يؤدي أعمال الجوارح، فما نقدرش نقول أنه هو زال أصل الشكر، بل عنده شيء منه، بعض الشكر وهو الذي بالقلب. قال: ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. يعني عنده معرفة، تصديق باطن، لكن ليس عنده حب لله ولا خشية ولا تعظيم. زال أصل التعظيم من قلبه، زال أصل الإنقياد، لا يكون هذا إيمانا معتبرا شرعا البتة. هيسمى إيمان بس من الإيمان اللي هو إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الجزء الرابع من أصل الإيمان أو الأصل المتفق عليه، نقولنا قول القلب، قول اللسان، نطق الشهادتين، عمل القلب، ترك النواقض اللي هو ترك الكفر والشرك، سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية. النواقض القولية يعني واحد ينقض الشهادتين، يعني واحد يناقض شهادة أن لا إله إلا الله ويقول المسيح هو الله، أو واحد يقول أن البقرة إله، أو أن موسى إله، فضلا أن يقول هو الإله. فكل هذا من الكفر الذي هو نطق باللسان ناقض قولي. طبعا إمتى يبقى هذا ليس بناقض؟ إذا لم يوجد إكراه، لأن ربنا قال:
من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو قال الكلام ده إكراها لم يكفر، لكن هذا ناقض. لو صدر اختيارا من الإنسان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. طب نواقض منقض الشهادتين، إن واحد يصحح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو يكذب الرسول، أو يقول أشك في صدقه. الناس بيشهدوا له بالرسالة ويقولوا برضو اللي بيكذبوه برضو صح، يعني إحنا صح وهم صح. والنقطة دي للأسف الشديد موجودة عند كثير من الناس اليوم، والنقطة دي منافية لأصل التوحيد، لأصل الشهادة. اللي يقول ان اللي يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يبقوا على حق وصادقين ناجين عند الله يوم القيامة، هذا الكلام يناقض شهادة أن محمدا رسول الله. أي ناقض لأحد أصول الإيمان قولا، كان واحد يكذب بعد أن يبلغه، يكذب بجبريل، يكذب بالجنة أو بالنار، يكذب بأحد الرسل، يبقى نقض القول، قول يبقى ده من النواقض القولية. من النواقض القولية سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الأنبياء والرسل، والاستهزاء بآيات الله عز وجل بالكلام باللسان، الاستهزاء بالقرآن وهكذا. النواقض العملية السجود لصنم، بس احنا دايما نقول ان كل النواقض دي لابد ان تصدر اختيارا وبغير خطأ وقصدا وبعد العلم. ليه؟ لان الموضوع دي شروط التكفير واندفاع موانعه لابد ان تستوفى بالنسبة المعين، وضربنا امثلة على ذلك في انه النواقض دي ما تبقاش نواقض الا مع وجود نواقض في القلب. في الحقيقة هي نواقض مستقلة لوحدها. سبب المشكلة دي ان البعض بيظن ان لما نقول لابد من وجود نواقض في القلب يقصد انه لازم يكون بقلبه مكذب او مستحيل. لا، لان المشكلة عنده انه افتكر ان اصل الايمان هو التصديق فقط، لكن اللي يعرف ان اصل الايمان متضمن لعمل القلب والانقياد لابد وان يقول ما نقول. نقول ايه مثال؟ احنا قلنا من ضمن النواقض العملية على سبيل السجود لصنم. هنضرب مثلا، قلنا عند الإكراه واحد سجد لصنم يبقى لم يسجد له اختيارا، بل هو نوى في قلبه انه بيسجد لله ولو كان لغير القبلة. فيجوز السجود لله لغير القبلة، هو مش هيسجد للصنم قاصدا تعظيم الصنم الا لان قلبه زال منه تعظيم الله عز وجل وتوحيده. النور اتقطع، حطوا شمعة في قبلة المسجد، نار في بلد فيها مجوس او ما فيهاش، الناس بتصلي وسجدت، جه واحد راح جاي واخد لهم صورة وقال فلان الفلاني واللي معاه ارتدوا عن الاسلام وسجدوا للنار ونشرها على الفيس. ممكن تبقى ايه بقى؟ ادينا بنقول لابد من مع الفعل الظاهر انه يبقى فيه ايه؟ قصد، ماشي كده؟ وان الناس دول لما في الحقيقه شكلهم انهم بيسجدوا قدام النار وهم ايه؟ ما سجدوش قدام النار، ما بيسجدوش للنار، لان اقول سجد للنار او سجد للصنم لابد فيه من قصد باطن. لو واحد مسلم في الهند كان رابط البقره بتاعته وجه معاد الصلاة فخدها سترة
وصلى الى الايه؟ الى القبلة، والبقرة كانت في الايه؟ في القبلة. يجي واحد يقول فلان بقى هندوسي اصبح يعبد البقر، ينفع نقول الكلام ده؟ ونقول اتى بناقض ظاهر، والكفر يثبت بالنواقض الظاهرة، ولا يلزم ان يكون هناك ناقض باطن. هنقول لا، ده ما يتقالش انه سجد للبقرة عشان الهيئة الظاهرة فقط، لابد ان يكون قصده ايه؟ السجود البقرة، تعظيم البقرة، ماشي كده؟ ولذلك لو واحد في مسجد في قبر، والقبر ده في جهة القبلة، ودخلنا المسجد لقينا الراجل مستقبل القبر وبيصلي وساجد، احنا شفناه ساجد او كان بيقرأ قرآن وجات سجد التلاوة وقام سجد، واحد يقول الراجل ده بيسجد ليه؟ للقبر. نقول له لا يمكن نقول كده الا لما نكون هناك ايه؟ قصد السجود للقبر، تعظيم القبر بالسجود. عشان كده اقول له انت كده لو هو فعل ذلك قاصدا تعظيم القبر، شفت بقى قاصدا ايه؟ تعظيم القبر او صاحب القبر، يبقى ايه؟ يبقى مشرك، يبقى ارتكب الناقض العملي. ما يلزمش انه يقول ان ده حلال، ما يلزمش ان يقول، مع انه هو مش هيعمل كده الا لما يكون كده الفعل. طب سامح دلوقتي هضرب مثل تاني. احنا قلنا من النواقض العمليه الاستهزاء بالمصحف، لو واحد داس على المصحف، ناس بيتخانقوا مع بعض مختلفين، فراح جاي واحد قال له القران بيننا، راح جاي ماسك منه المصحف وراح جاي رميه تحت رجليه وقال له ادي القران نرجع بيه حطه تحت رجليه. لا ما اتكلمش خالص، مسك المصحف منه وراح جاي دايسه على رجليه، دايسه برجليه، كافر خارج من المله، النور اتقطع، كان على المكتب مصحف، قام يصلح اللمبه وهو مش واخد باله، داس على ليه؟ على المصحف. الدنيا بالليل، كان حد قاعد يقرا والمصحف كان وقع، واللي ماشي في الضلمه ده ماشي يخش الحمام ولا ماشي يشوف اي حاجه، داس على المصحف. مثال تاني، المظاهرات، شباب ماسكين المصحف في المظاهرات ويرفعوا المصحف كشعار للالتزام بالدين، ضربوهم، حصل هرج ومرج، ناس من العساكر داست على المصحف وناس من المتظاهرين وهما بيجروا داسوا على المصحف. لو واحد عسكري جه وقالوا له داس على المصحف، راح جاي شايله وبيسه ومسحه من القدر اللي حصل فيه، من التراب اللي اصابه. نقول الناس دي او المتظاهرين اللي داسوا على المصحف وهما بيجروا قصدهم إهانة المصحف؟ لا، يبقى لابد ان يكون هناك ايه؟ علم وقصد، علم ان ده مصحف موجود ويقصد يدوس عليه، او يقول مش مهم وايه يعني؟ ما ندوس ونخلص الموضوع وبعدين نبقى نتصرف. اهو ده يبقى فعل ناقضا عمليا. معانا كده؟ اللي هو داس على المصحف وهو عارف انه مصحف، وهو بيقول مش مهم ان احنا نعظم القرآن. اما النواقض الاعتقاديه بان يعتقد خلاف ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول ترك النواقض في جزء منه هو جزء عملي ظاهر. عشان كده فبنقول ان ترك ما نهى، نقول اولا ان ترك هذه النواقض ركن في الايمان. اعلم ان ترك كل ما نهى الشرع عنه من الايمان، وترك ما هو كفر، ما هو كفر اكبر من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، داخل في اصل الايمان بلا خلاف عند اهل السنه. قال ابن منده قال اهل الجماعه الايمان اصله المعرفه بالله والتصديق له
وبه. هي التصديق له دي فيها فايدة، التصديق له لأنها متضمنة معنى الانقياد، وبه ده التصديق، وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة ومع الخوف والحب والخضوع له والتعظيم. فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. يعني مش هقول عليه مؤمن كامل إلا لما يأتي بفروع الإيمان وأعمال الإيمان وهي فرائض زي الأعمال الظاهرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوه الرد على المرجئة يعني في هذا الموضع، ويلزمهم أنه يلزمهم أي المرجئة أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين إلى أن قال فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. يلزمهم المرجئة إن هم يقولوا إن دول مؤمنين كامل الإيمان، يلزمهم أن يقولوا عن من هو جمع على فكرة في هذا الكلام مكفرات ومحرمات، وبعضها مكفرات بسبب القصد، بعض المحرمات دي مكفرات بسبب القصد. اللي بيخرج العمل الظاهر بالكلية من الإيمان بما في ذلك التروك يلزمه ان اللي عمل كده مؤمن كامل الإيمان. ايه اللي انا بقوله حتة ان هو محرمات؟ بيقولوا شوفوا، يقول من سجد للصليب والأوثان طوعا، بس انتبه لكلمة ايه طوعا، عشان لو كرها يبقى ايه، يبقى ليس بكافر. وألقى المصحف في الحش في دورة المية عمدا، شوف بيقول عمدا علشان لو كان مخطئ، لو كان في ورقة فيها آيات وهو مش واخد باله ورماها في الزبالة، ليس كذلك، لكن هو لا عمل كده عمدا. قالوا المصحف راح جرميه في الايه، في الحمام في دورة المية في مكان القذارة والنجاسة، ده طوعا بهذه الطريقة يبقى عمدا، يبقى خارج من الملة. قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق كفر ولا كفر دون كفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى قتله كفر، كفر دون كفر بإجماع أهل السنة. يعني قتل النفوس بغير حق، هل هناك نزاع عند أحد من أهل السنة أن قاتل النفس يمكن أن يكون كافرا؟ لا، الكفر اللي وارد في ذلك هو كفر غير ناقل عن الملة بالإجماع، بإجماع أهل السنة. اللهم ابن عباس رضي الله عنه بيقول ليس لقاتل المؤمن توبة، ويقول إن آخر أنه أن آخر الآيتين نزولا آية النساء، عشان ابن عباس كانوا يقولوا بيحتجوا عليه في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكانوا بيحتجوا بها، وهو احتجاج صحيح طبعا، على أن قاتل النفس له إيه؟ له توبة، لأن ربنا قال إلا من تاب. فهو قال إن آية النساء نزلت بعدها، آية النساء اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس رضي الله عنه بيقول كده
من باب التغليظ، لأنه في أزمنة الفتن بيكثر الاستهانة بالإيه؟ بالقتل، وهو يغلظ في ذلك. وحاجة تانية، إن ابن عباس صواب فعلا، إن قاتل النفس ليست له توبة تعفيه من جميع الحقوق، لأن قاتل النفس عمدا عليه ثلاث حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل. ابن عباس عايز يقول لأن قاتل النفس ما تستهونش، يقول أقتل وتوب، لأن فيه حق مش هيروح دلوقتي. حتى لو انت سلمت نفسك لأولياء القتيل واقتصوا منك وقتلوك، يبقى خدوا حقهم بس، وانت تبت بينك من ربنا يبقى سقط حق الله. فاضل حق مين؟ القتيل. ده ليوم القيامة لازم يفصل في الأمر ده، أول ويفصل يوم القيامة في الايه؟ في الدماء. وما من قتيل يقتل إلا ويأتي يوم القيامة، سواء كان أي واحد هيتقتل، حتى الكفرة حيأتوا ويقول، يأتي بالقاتل ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. حتى لو كان كافر يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، إذا قال قتلته لتكون العزة لك يا رب، فربنا يقول صدقت. أما إذا قال قتلته لتكون العزة لفلان، عشان الملك بقى والجاه والرئاسة، فيقول كذبت، فإن العزة ليست لفلان. المهم ان في حق هيتفصل فيه القيامة، الدماء امرها عظيم عند الله عز وجل. فابن عباس رضي الله عنه لما يقول ليس لقاتل المؤمن توبة، قصده بيها توبة تسقط كل الحقوق، مش قصده انه كافر مخلد في النار. ايه الدليل؟ روى البخاري في الادب المفرد عن ابن عباس عن اسمه بهلسة، عن احد التابعين، انه جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح، جاء رجل لابن عباس فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، فخطبها رجل آخر فنكحته، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: ألك أم؟ قال: لا. قال: فأكثر من الصلاة والذكر والعمل الصالح. فقال له يعني التابعي، فقال له: لما سألته ألك أم؟ فقال: إني لا أعلم شيئا يقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. نسأل الله أن يرحم أبانا وأمهاتنا. فابن عباس رضي الله عنه في القصة دي، وهو حديث صحيح، دلوا على نوع من الصالحات. هو في الحقيقة البعض قد يقول ابن عباس عنده روايتين، وأنه رجع إلى قول الجمهور للصحيح. لا، الصحيح أن ابن عباس كان يغلظ على في مسألة قتل النفس عشان الناس ما تتجرأش، وحاجة تانية انه ليست له توبة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ليست له توبة تسقط عنه جميع الايه؟ الحقوق. وليس انه مخالف لقول الجمهور، المسألة دي ما فيهاش خلاف عند اهل السنة. طب ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. والقصاص بيبقى في قتل عمد ولا قتل خطأ؟ العمد، مش كده؟ قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من إيه؟ من أخيه. يبقى الأخوة الإيمانية إيه؟ ثابتة موجودة، مع أنه ارتكب جريمة يستحق عليها القتل، القصاص، ولكن ربنا شرع الدية في القتل العمد وسماه أخا. ده دليل على بقاء الأخوة الإيمانية. لو كان كافر ما كانش بقى أخ، وكان تحتم القتل، ما كانش بقى فيه إمكانية ان هو ايه؟ ان هو يعفى عنه على الدية، او يعفى عنه بلا دية.
بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض في أمر القتل العمد ترغيبا في العفو. جاءه رجل بآخر برجل يجر رجل آخر بنسع مسكه بحبل حتة جلدة، فقال إن هذا قتل أخي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إن لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال نعم قتلته. ذكر قصة القتل أنه غازه فضربه بالإيه؟ بالفأس أغاظه يعني. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال خذه، يعني يريد أن يقتص منه. فقال لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يعني يسمع من هذا الرجل، فقال إن قتله فهو مثله. فرجع الرجل فقال يا رسول الله إنما أخذته بأمرك، ده أنت اللي قلت لي إن أنا أخذ أتيله أختص منه، فأبقى إزاي مثله؟ فقال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، يتشيل عنك كل الذنوب بتاعتك وذنب صاحبك أخيك. فرمى الرجل بنسعة الرجل وأطلقه، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بالكلام، مع انه هو مش قصده انه زيه في الايه، انه زيه في الاثم، لان ده قتله بحق وده قتله ايه بغير حق، بس عرض في الكلام عشان يرهب الراجل من انه يرغبه، عشان يرغبه في انه الافضل انك انت ايه تعفو. ولذلك الشرع بيرغبنا في الايه في العفو مجانا او على الدية، بحيث ان احنا ان الامر ده يقلل الثائرة، يقلل الشر والفساد، مش زي ما بعض الجهلة يقعد ايه يقول يرغب ويعتبر. للأسف الشديد النهاردة الجهل بقى عظيم جدا، لدرجة ان الناس تعتبر اللي يطالب بعفو او 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 دية حتى ايه ضيع حقوق الايه الشهداء، مع ان الجمهور في مسائل القتال في الفتن انها يعني تكون هدرا. يعني ايه هدرا؟ مش تضيع الهدر، يعني لا قصص ولا دية، من اجل تسكين الثائرة، من اجل تسكين الثائرة، من اجل منع الفساد بين المسلمين. واللي حصل في كل الفتن اللي وقعت عبر التاريخ الصلح فيها كان بالعفو. يعني لما الحسن تولى او لما وتنازل عن الملك لمعاوية رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة، وهو أفضل من معاوية بلا شك، لكن سيادته جعلته يقدم مصلحة المسلمين العامة في تسكين الفتن بينهم على ما هو حق له في الخلافة، ولا وعلى ما هو أنقص في عموم الأمر. يعني إيه أنقص في عموم الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، حديث صحيح. وقالت تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا يعض الناس عليه، ثم تكون ملكا جبرية أو جبرية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. المهم أن ده كان الانتقال من الخلافة إلى الإيه؟ إلى الملك، مش كده؟ 30 سنة بالضبط. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 29 سنة ونص، 6 أشهر خلافة الحسن ابن علي. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية ونقلها في الحقيقة إلى الإيه؟ إلى الملك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سبحان الله، علي بن أبي طالب خليفة راشد، والحسن بن علي خليفة راشد، ومعاوية أعدى الملوك المسلمين، بس الأمر انتقل في الجملة من الخلافة إلى الإيه؟ إلى الملك العاض. مذموم الملك العاض بالنسبة للخلافة، بس الملك العاض بالنسبة للفتن العظيمة، بالنسبة لسفك الدماء، بالنسبة للخطر اللي بيتهدد المسلمين من أعدائهم، توقفت الفتوح والأعداء بدأوا يطمعوا، الملك العض في الحالة دي بقى ايه؟ يبقى مدح.
وثناء. ولذلك مدح الحسن، مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي على ما فعل. كل الكلام ده عشان تسكين الثائرة. رجعنا تاني لحتة القتل عشان بس البعض قد يفهم من كلام شيخ الإسلام انه يسوي بين قتل النفس وبين ايه القاء المصحف في الايه في الحش او السجود للصليب او لوثن طوعا. قتل كل من رآه يصلي، ده بقى مش معصية بس، ده كفر. يعني واحد يدور على اللي بيصلوا في كل حتة، عشان كده قتل كل من رآه يصلي. ده طالما عمل حاجة عامة ان كل اللي بيصلوا يقتلهم، يبقى ده بيكره الايه الصلاة، ده بيعاقب على الصلاة. اللي يقوم يصلي يتضرب، لو واحد عمل قانون كده اللي يصلي يتضرب، اللي يصلي يتحبس، اللي يصوم رمضان يتحبس. القانون ده عمله وتطبيقه الاثنين كفر اكبر داخل عن الملة. ليه؟ لان ده مش عداوة شخصية بينك وبينه، خد فلوسك، خد ارضك، نزعك على الملك، نزعك على حاجة، لا ده عمل حاجة عامة كل من رآه يصلي. عشان كده قلت لكم بعض الذنوب اللي ذكرها ابن تيمية هنا هي كبائر بس تحولت بالقصد الى كفر. قصد ايه؟ قصد العقوبة على طاعة الله وعلى الاسلام وعلى الايمان وعلى الصلاة وعلى حج بيت الله الحرام اللي عملوه القرامطة. عشان كده جنب بعدها وسفك دم من يراه، وسفك دم من يراه يحج الى بيت الله الحرام وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين. القرامطة فرقة باطنية زي الإسماعيلية وزي العلويين اللي هم النصيرية، غلاة من غلاة الشيعة، وباطنية يقولون الإسلام له باطن غير الظاهر. سنة 300 وشوية في القرن الرابع الهجري هجموا على مكة المكرمة واقتحموا المسجد الحرام وقتلوا كل الحجيج الذين كانوا في الطواف وألقوهم في زمزم واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه عندهم في بلادهم شرقا، لغاية ما الحاكم بأمر الله اللي رجع الحجر الايه الأسود. ولا حول ولا قوة بعد 20 سنة. عشان كده الحجر الأسود متكسر، اللي ربنا يكرمه كده ويروح يقبل الحجر الأسود يلاقي حتت مقسمة في عجينة بني كده. عجينة البني دي مش هي الحجر، الحجر هو الحتت السودة دي بتكسر من أيام ما نزع وحصل له الذي حصل. فالقرامطة عملوا الكلام ده. حد هيقول ان الفعل ده ولو طب لو واحد الموضوع ده حصل مثله أيام فتنة جهيمان، الناس اتقتلت قتل في المسجد الحرام، كان في سنة 1400 مجموعة، انا مش عارف الاخوات بيتكلموا ليه، مجموعه اقتنعت بان هم ايه بان معاهم المهدي محمد بن عبد الله القحطاني. وسبحان الله على العجب اللي حصل. انا كنت في هذه السنه في هذا يعني في الحج في هذا العام، وكان قبليها الناس كلها كانت ايه في منكرات كتيره بتتم والبلد بتزداد. طبعا بالنسبه اللي حصل دلوقتي بقت يعني اشد، الا ان في منكرات وكانوا هم بينكروها وكانوا شباب ملتزمين بس كان عندهم غلظه وشده. بس شوف الشيطان بياخدع الناس ازاي. المهم ان هم وكان لهم كتب، حتى الشيخ مقبل كان معاهم زمان، سابهم قبل الموضوع ده بست شهور رحمه الله بقى ربنا انقذه. فالمهم ان هم اقتنعوا بانه خلاص دي بشرات الساعه وانه قرب زمان المهدي، وقعدوا يؤولوا الاحاديث على ان الملك الملك عبد العزيز ده هو اخر الملك قبل ظهور المهدي. وبعدين بدا يشوف واحد وشاف واحد اسمه محمد بن عبد الله التزم معاهم وتتبعوا نسبه لقوا من نسل الحسن. بدات القناعات تتكون جواهم ان هو ده الايه المهدي، وبدات الرؤى تشتغل. وانا قابلت ناس منهم، الناس دي ما تشكش ان هم بيكذبوا ولا حاجه، يقولوا 60 رؤية من بلاد مختلفه شفناها ان احنا بنبايع هذا الرجل بين الركن والبقاء.
وناس ما كانوش شافوه. واحد يجيله من اليمن يقول له هو ده سبحان الله هو ذا الذي رأيته في المنام وبيعه بين الركن والمقام. يجي واحد من الكويت يقول له سبحان الله هو الذي رأيته في المنام. لغاية ما اجتمعت عندهم 60 رؤية. عشان كده اوعى حد يبني على الايه؟ على الرؤى ويقول الرؤى دي تبقى لا. احنا الرؤى نستأنس بيها لكن ان احنا نستدل بيها ده دي فتنة عظيمة. ان الرؤية تبقى هي الدليل على الايه؟ على الحق او الباطل. لازم الدليل القرآن والسنة. المهم هم عملوا حاجة في منتهى الوضوح انها منكرة. بدأوا يدخلوا اسلحة في النعوش، نعوش الاموات، يدخلوا نعش على انه ميت ويصلى عليه وهو في الحقيقة ايه؟ آلي وزخيرة وتمر علشان يخزنون الحصار ومستنين ايه جازم. انا مش ان هم عايزين يعملوا انقلاب، عايزين يعملوا انقلاب يروحوا الرياض، لا ده هم مستنين ان هم المهدي بعد ما يبيعوه يروحوا جايين يجي جيش يخسف الله باولهم وايه واخرهم. من حديث عائشه رضي الله عنها يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا بيداء الارض خسف باولهم واخرهم. قالوا يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم المكره والمجبور وابن السبيل؟ قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نيتهم. المهم ان هم دخلوا كل الاسلحه دي والذخيره وكميه كبيره جدا. وبعدين يوم واحد محرم بعد الشيخ السبيل رحمه الله الشيخ السبيل الكبير مسلم، راحوا جايين ماسكين الميكروفون وايه واعلنوا بيعه الامام المهدي المنتظر اللي هو محمد بن عبد الله، وبايعوه فعلا بين الركن والايه والمقام. وقفلوا البيبان والناس هاجت وماجت، قفلوا بيبان الحرم. وبدا الحكومه السعوديه ما كانش فيه عسكري بيشيل سلاح في مكه كلها، والدنيا ما كانش حد متصور. وبدات طبعا فتاوى العلماء تطلع بتضليلهم، وبداوا هم اعتلوا المنارات اللي هي المآذن المسجد، وبدات قوات السعوديه تيجي وبدا ها لا ما كنتش معاهم الحمد لله. انا كنت موجود في مكه، كنت كان عندي خراج في رجلي ما كنتش اعرف اروح الحرم ولله الحمد والمنه. الشيخ محمد كان جوه بقى ساعتها، الشيخ محمد اسماعيل كان جوه بيصلي الفجر يوميها، وبعدين شاف اخوه. المهم فضل محبوس لحد الساعه 9. الساعه 9 من كتر الناس ما عماله تتخبط على البيبان عايزه تطلع، فراح جايين فتحوا البيبان. الشيخ محمد طلع لا اخوه داخلين، قال لهم اوعوا دي فتنه محدش يخش، ولو كنا نبقى اذيان في الحق بدل ما نبقى رؤوس في الباطل. فقالوا خشوا نتفرج ايه اللي بيحصل. طلعوا بعد 7 سنين مقبول، يعني خدوا 15 سنه الاخوه اللي دخلت دي. بس هم ما قتلوش يعني ما كانش معاهم سلاح، الا ان فضل القتال مستمر. اتمنع الطواف 14 يوم، واتمنع الاذان من المسجد، واتمنعت الصلوات. ها؟ ودماء ايه بقى؟ جت لما جت القوات والمنائر دي وهم كانوا قناصه متدربين في الصحراء على يعني اعتى انواع القتل. وقتل في مكه، انا كان بشتغل في 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 في, في البلديه، كنت طالب حاجات صحيه واحنا طالب الطب. فالمهم كان واحد بيشتغل معانا اخ زميل، فبيقول لي مئات الجثث مش عشرات، كانت الاعلام بيقول قتلوا مش عارف 10 20، لا بيقول لي لا ده انا شايف القبور مفتوحه واحنا جثث مجهزه. مئات الجثث اتقتلت حوالين المسجد الحرام، والمدرعات دخلت مكه، والسلاح بقى شغال. 14 يوم قتال ولا حول ولا قوه. اليوم العاشر كان بدا الانهيار. قتل طبعا محمد عبد الله ده، وتمسك جهيمان اللي هو اوحى بالفكره، واعدم بعد ذلك هو ومجموعات من المصريين والكويته واليمنيين، ونسال الله العفو والعافيه. طب الناس دي اساسا كفره زي القرابطه؟ لا دول ولا السعوديين، لان الموضوع ما كانش المقصود بيه اللي عملوه القرابطه. القرابطه كانوا بيقتلوا الحجاج عشان هم حجاج. ادي الحته بتاعت ابن تيميه دي اللي بيقول وقتل من يراه وسفك دم من يراه يحج البيت. اصل انت هم كانوا بيقتلوا الحكومه عشان عايزين مستنيين المده اللي هيجي فيها الجيش عشان ربنا يخسف بيهم. بس قلت لكم عملوا حاجه بسيطه محرمه اللي هي ايه؟ مش بسيطه طبعا، كبيره. الرسول قال لا يحل حمل السلاح بمكه. والمهدي مش هينتصر بان حد هيقاتل من حواليه.
ده المشكلة دي يعني ان هم تصوروا ان هم يقعدوا مدة، ودي الفتنة. وعشان كده قلت لكم موضوع الرؤى وموضوع الدم، الاستهانة بالدم ده كان امر خطير جدا، ولكن دول ما كانوش بيقتلهم علشان الحجاج بيحجهم، القرامطة كانوا بيقتلهم عشان هم عقيدتهم ان الحج ده ايه من 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 اعمال الامة المنكوسة، بيسموه المسلمين امة ايه منكوسة، بس ده في باطنهم، هم باطنية بيظهروا ان هم مسلمين، بيظهروا ان هم رافضة، فعلشان كده يمكن ان يظهروا على مكة والمدينة، وده خطر عظيم والله. الواحد لما يتخيل الامر ده يعني، اصل مكة والمدينة لا يمكن ان يظهر عليها كفر، إن الرسول قال إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. مكة والمدينة ستظل دار إسلام، لكن ممكن يتسلط عليها أهل بدع، وممكن أهل بدع في حقيقتهم كفار في باطنهم، لكن لا يكونون مظهرين للإيه؟ للرد عن الإسلام. حقيقة القوم دول فرصة بقى قتلوا في سفك الدم ده، عشان كده اللي عملوه القرابطة كان كفر في حقيقة الأرض، وأما اللي عملوه فتنة جهيمان كان كبيرة من الكبائر بلا شك، كان أمر عظيم من العظائم ما حصلش في تاريخ الأمة الإسلامية إلا مرتين، من أيام الحجاج، وما كانش القتل أيام الحجاج أيام ما قتل عبد الله بن الزبير بالطريقة الزريعة دي، هو رمى الكعبة بالمنجنيق، حتى اللي فعله الحجاج ده دي نقطة مهمة جدا، والحجاج كان بيرمي الكعبة بالمنجنيق، المنجنيق ده زي الدبابات بتاع زمان، بيرمي حاجات مشتعلة، بس هو الحجاج كان قصده يهين الكعبة ويهدها، الكعبة اتحرقت بأيام الحجاج، ولكن كان قصده يقتل مين؟ عبد الله بن الزبير ومن معه. ومع ذلك لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه وقتل مظلوما، كان ابن عمر عمل ايه؟ ذهب الى عبد الملك بن مروان وبايعه على الإمامة واصبح امير المؤمنين، مش رضا بقتل ابن الزبير، ولا ان الحجاج كان كويس، ولا ان عبد الملك بن مروان اللي سلط الحجاج على فعل الفظائع دي كان كويس، بس لان البديل ايه؟ البديل ان تستمر فتن اكثر وايه؟ واكثر، دائما هي قضيه المصلحه والمفسده، نقولها مره ثانيه. فاللي عمله الحجاج كان جريمه بلا شك، ولكن لم يكن كفرا، لانه لم يقصد اهانه الكعبه ولا هدم الكعبه، ولذلك اللي حصل منه كان بيرمي وما عندوش يعني لا يعبأ بذلك، بيرمي بالمنجنيق عشان يقتل عبد الله بن الزبير، عشان الملك اللي حصل نزاع عليه، مع ان عبد الله بن الزبير كان امير المؤمنين، ده كان هو الخليفه في هذا الوقت، وكان من اعدل الملوك والخلفاء، لان عبد الله بن الزبير صحابي جليل وعلى علم، يعني لغايه النهارده نلاقي اقوال عبد الله بن الزبير في كتب الفقه، مش كده؟ عالم، وعمرنا هنلاقي نقول مثلا هذا قول عبد الملك بن مروان، ولا قول عمرنا ما هنلاقي كده، ولا حتى يزيد بن معاويه. عبد الله بن الزبير عالم جليل، وروي له في كتب السنه الاحاديث الصحيحه، لكن الامر كما قال ابن عمر رضي الله عنه وقد راه مصلوبا بعد ما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، الحجاج صلبه على باب المدينة، على باب مكة، منكوسا مقلوب لغاية ما بدأ يتساقط، فمر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما إني كنت أنهاك عن ذلك، أما إني أعلمك صواما قواما تاليا للقرآن. سبحان الله، بس كان بينهى عن ذلك، عن الخدود دخول في الصدام بهذه الطريقة اللي أدت إلى أن يقتل بهذه القتلة. ثم قال أما آن لهذا الراكب أن ينزل، أنها الحجاج عمل إيه؟ الحجاج أنزله وألقاه في مقابر اليهود، في مقابر اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمور الفتن العظيمة دي يعني بتهون على الواحد أحيانا، هي فتن نسأل الله أن يعافينا منها، لكن بتدينا يعني معرفتها ودراستها بتخلينا نعرف حقائق في قضايا الإيمان والكفر مهمة جدا،
لأن اللي فعله الحجاج ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذمه شخصيا، فقال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. مبيرا يعني مهلكا، في ثقيف كذاب اللي هو المختار الثقفي، ومبيرا اللي هو الحجاج. ومع ذلك فابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج وكان يحج معه. لو أعجب من كده التابعين، منهم سعيد بن جبير، وده البطل سعيد بن جبير ده اللي قتلوا الحجاج بعد كده. أحد التابعين بيقول رأيت عطاء وسعيد، كان ده في البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، رأيت عطاء وسعيد بن جبير، يقول رأيت عطاء وسعيد بن جبير يصليان إيماء والحجاج يخطب. الحجاج كان يخطب، يخطب منين؟ يخطب من الجمعة لحد قبل المغرب، لحد قبل المغرب، وقت الجمعة ينتهي بالعصر، والصحابة والتابعين قاعدين. فبيقول رأيت عطاء وسعيد بن جبير يصليان الظهر إيماء. طب إيه اللي جابهم من المسجد؟ إيه اللي خلاهم يصلوا وراء الحجاج أصلا؟ وهيقوموا يصلوا وراء بعد كده لما يجي يصلي قبل المغرب، هيصلي الجمعة قبل المغرب. يؤخرون الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرق الموتى، بس بيصلوا بالإيماء، مش قادر يقوم يصلي، مش قادر يقوم يعمل نفسه بيتوضى ولا حاجة. لا، زي ما الحسن رضي الله عنه بيقول عن الحجاج يخطب تحته 100,000 أو يزيدون، يخطب خطبة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يشير بيد لم تعرق في سبيل الله، تحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة الصلاة، هيهات منع من ذلك السيف والصوت، اللهم أنت أمته فأمت عنا سنته، اللهم أمت عنا سنة الظالمين. لكن أنا بتكلم بقول الفائدة دي، إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا بيعملوا يصلوا إيه؟ يصلوا الركوع والسجود وهم في المسجد، يصلوا بالإيه؟ بالإشارة، يركع كده ويسجد، ويسجد تحتها شوية علشان مش قادرين يقوموا إيه؟ لا يقوموا يصلوا ولا يسيبوا المسجد. ومئة ألف واحد صحابة وتابعين، والحجاج عمال يخرف يقعد يحكي لهم أخبار أمير المؤمنين، ونسأل الله العفو والعافية، يعني حاجات فظيعة جدا. بس شوف سلوك هؤلاء السلف رضوان الله عليهم، كان ايه اللي خلاهم يعملوا كده في الحقيقة؟ وهو طبعا في بعض التابعين كفر الحجاج خلافا لعامة اهل السنة عشان الفساد اللي عمله، بس الحقيقة ان ليس هناك ما يدل على كفر الحجاج. بل فعل الصحابة انس رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه، كانوا يصلون خلفه، الأوقات اللي بيصلي فيها الصرف وقتها كانوا يصلون خلفه مع كونهم يعني يذكرون. وحج معه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمر يأمره ب يعني السنة في مناسك الحج. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الحاجة اللي حصلت قبل كده، التجربة اللي شهدها الصحابة رضي الله عنهم مرات عديدة، كان من أولها وقعت من الأشعث اللي هي كان فيها القراء حفاظ القرآن الذين خرجوا على الحجاج، والحجاج أبادهم وانتهت المأساة بمذبحة هائلة اللي فيها هرب سعيد بن جبير رضي الله عنه. المأساة اللي كانت قبليها وقعت الحرة، وقعت الحرة عندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ودي الوقعة التي جاء فيها أجل يزيد، ربنا انتقم منه وأهلكه. لأن وقعت الحرة دي هو أرسل خلعوا يزيد وكلهم، لان يزيد الاشاعات كانت ان هو مش مهم، مع انه ما كانش فيه يقين على ذلك الا ان هو ما كانش بالحاكم العادل. فالمهم ان هم بيقولوا كلهم كانوا عند المنبر، المنبر النبي عليه الصلاه والسلام، يجي واحد يروح جاي خلع عمامته يقول خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه، واللي مش لاقي عمامه يروح يقول خلعت نعلي، خلعت يزيد كما خلعت نعلي هذا، ويكومها لغايه لما تكون كوم من الايه؟ من العمائم والنعال عند المنبر. وأعلن أهل المدينة العصيان، فأرسل إليهم يزيد بن معاوية المسمى بمسرف، هو سموه مسرف، هو اسمه إيه؟ مسلم بن عقبة. فقال له أنذرهم 3 أيام، فإن رجعوا إلى الطاعة وإلا فاستبح المدينة والعياذ بالله.
عينها ابن عمر ما كانش موافق على نقد البيعة دي لأجل أنه يعلم النتائج اللي بعد كده، مش لأنه موافق على لا يزيد ولا الحجاج ولا عبد الملك بن مروان، بس اللي حصل من زيادة الفتن. فالمهم أن الأمر أدى إلى ثلاث أيام رفضوا أن يستجيب، استبيحت المدينة وقتل من الصحابة والتابعين آلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللي قبلها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، مقتل الحسين دي كانت يعني أول خروج على يزيد كان الحسين، ومنزلة الحسين معلومة، والحسين رضي الله عنه ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو والحسن سيد شباب أهل الجنة. ومع ذلك أقول الحاجات دي مهمة جدا نعرفها، لأنها بتدينا زي ما بقول فكرة مهمة جدا عن قضايا الإيمان والكفر. لما حصلت الأحداث الفظيعة اللي ربما تكون أفظع من وقائع بتحصل عندنا وعبر التاريخ، أفظع فعلا بلا شك، يعني قتل 70 من أهل بيت النبوة مش سهل. والحسين رضي الله عنه حاول الصحابة قبل ما يخرج للعراق أن يثنوه عن ذلك. ابن عمر رضي الله عنه جعل ينصحه بأن لا يفعل، بأن لا يخرج. ودي بتدينا فكرة برضو عن ليه بينهو عن كده، خوفا عليه وعلى أهل بيته وعلى الأمة ككل، مش لأن البعض بيقول لا، لأن الخروج محرم مطلقا. تسمع كلام الصحابة مع الحسين تعرف أن ده مش علشان محرم مطلقا، لا، بل ولا لأنه استسلم للظلم، بل لأجل أن في مفسدة أكبر ممكن تحصل. ابن عمر رضي الله عنه بعد ما قابل حسين وقال له لا، ده تمت البيعة ومعايا بيعة الآلاف من أهل العراق والمنع والمكانة، فقال له الحسين بعد ما فشل في الإقناع، قال أستودعك الله من قتيل، يعني انت رايح مقتول. ابن عباس قال له، نصحه الأول ما يخرجش، فقال له برضو أن أهل العراق بايعوه ونحو ذلك، فقال له فإن أبيت فالحق باليمن فإنها شيعتك وشيعة أبيك. بيقول له بينصحه الصح أنك تروح فين، عايز تعمل انقلاب بجد تعمل إيه، تروح فين، باليمن. ده دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. المسألة عندهم مسألة غلبة ظن، أنجح هنا أفشل هنا، هيترتب على الموضوع إيه، قتل المسلمين ولا نجاح من غير مفسدة. العبرة بذلك أي الأمور أكثر صلاحا وأقل فسادا للمسلمين، لا الموضوع إن اللي يخرج على الحاكم الظالم يبقى خوارج مطلقا، وده غلط، لأن فيه محدش دم الحسين إنه من الخوارج، مع أنه خرج قطعا ويقينا، ولا أنه هو ما يخرجش، لا أنه هو يقول، ولا أنه هو يجوز الخروج مطلقا ويلا بينا ونخرج على الحاكم المبدل ولو بعصا، زي ما واحد في يوم من الأيام كان كتب كتاب وقال فيها كده، يعني نخرج الدبابات نواجهها إزاي، بالعصيان، نمسك العصاية كده ونضرب في الدبابة، ويبقى هو ده الإيه، نصرة الإسلام، ولا ان احنا لا نتلقاها بالصدور العاريه بقى أسوأ كمان، ولا زي جدع بتاع ليبيا ده بتاع التراب. كنت في ليبيا لما عملوا التفجير بتاع السفاره الامريكيه، فبقول للاخوه بعديها اللي عمل هذا الفعل مش بيبص للمآلات المحتمله، انتوا مش مستحضرين، انتوا مش عايشين لوحدكم في العالم، وان في قوات هائله يمكن ان تحتل ليبيا بمثل هذا الفعل. هو انتوا ناسين ان مين اللي اوقف جيش القذافي من اقتحام بنغازي، كذا كان في مدينة بنغازي، فالإخوة كانوا حكولي الثورة بدأت في بنغازي، فبنغازي كان أصلا القذافي عايز يبيدها من الوجود، قاعد يجمع 6 شهور لغاية ما جمع جيش طول المدرعات 180 كيلومتر، ده كلام الإخوة، 180 كيلومتر، وبدأ الهجوم على بنغازي، وقال لهم أنا لا أريد أن أرى على الخريطة بنغازي تبقى بعد وصراطة مش عارف ولا ايه، تبقى طبرق على طول، مش عايز بني غازي دي، بيدوهم. فبيقول لي الاخ اللي هو قائد احد اكبر قادة المقاومة وله وظيفة كبيرة دلوقتي في شؤون المقاتلين، المهم قال لي ان بني غازي خرجت عن بكرة ابيها تقاتل الارتال دي من الفجر لحد الظهر، قال لي ما خلصناش غير 20 كيلومتر مدرعات، فاضل 160 والذخيرة خلاص والسلاح خلاص وهتقتحم بني غازي. طائرات الناتو تدخلت
من الظهر لغايه العصر. قال ال 160 كيلو متر دمرت تدميرا. طلعت اشوف على مدى البصر لا ترى نهايه للمدرعات المحطمه اللي من للاسف انها من اموال المسلمين، وانا لله وانا راجعون. فبقول لهم شوفوا الموضوع ده، مين اللي اوقف الزحف بتاع القذافي؟ ولو في الجيوش دي جت بقى تحتل ليبيا علشان انتوا، علشان في بعض الناس فجرت الايه السفاره وقتلت السفير. فقال لي واحد منهم تيجي الدبابه نمسك قبضه التراب نلقيها على الدبابه تتحرق الدبابه. حصلت في افغانستان. قلت له حتى لو حصلت كرامه لبعض المجاهدين اللي فقد الذخيره مثلا ومبقاش عنده حاجه، لكن انا مامور شرعا ان اخش معركه بهذه الطريقه؟ ان انا فعلا ادخل المعركه ان انا ارمي الدباب بالتراب؟ يبقى طالبان كانوا غلطانين لما انسحبوا من ايه؟ من كابو. كان المفروض يستنوا لغايه ما يتقتلوا كلهم بطائرات الناتو هم والمسلمين اللي في كابو، علشان الدبابه نرميها بالايه؟ بالتراب. الكلام ده كلام غير مشروع في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ربنا امرنا ان احنا نقيس قوتنا قوه المعادلين لو كانوا كفره. فما بالك لو كانوا مسلمين في مفاسد عظيمه جدا هتحصل لو احنا ايه؟ قاتلناهم من ده، لو كنا هننتصر عليهم تبقى مفسده. فما بالك بان هم يعني اذا كان الكفره انت المفروض تحسب الحسابات، فما بالك والمسلمين وممكن يتقتل قد ايه من المسلمين على بال ما توصل وغالب، لا مش غالبا، ده انا متاكد انك مش هتوصل. متاكد انك هتتهزم وتتغلب ويتقتل اللي يتقتل ويتقال الناس لا تلقوا الطلقات بصدور ايه؟ بصدور عليه. المهم اللي حصل ان 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 السلف ابن عمر رضي الله عنه لما نهى الحسين، وابن عباس قال له فالحق باهل اليمن فانهم شيعتك وشيعه ابيك، فابى الحسين فاستودعوه وقالوا انا لله وانا اليه راجعون. راح كانت الامور كلها ايه؟ استقرت بالسيف والصوت والدرهم والدينار. باللي اتقتل اتقتل، مصعب بن الزبير اتقتل، فلان اتقتل، كل اللي كان الحسين مرتب معاهم اللي اتقتل واللي اتحبس والباقيين بالفلوس. خلص الموضوع، راح الحسين ما لقاش غير جيش عبد الله بن زياد ومعاه 70 واحد رجال ونساء واطفال. الحسين بن علي رضي الله عنه رجل عاقل ايضا، مش بيخش مصدمه وخلاص. عرض ثلاث حاجات على جيش عبد الله بن يزيد بن زياد، فقال له دعني اذهب الى يزيد اضع يدي في يده. فابى. ده بيعرض حاجه بينور يقول هروح اقعد مع الراجل واتفق معاه واخلص. ابى. فابوا. فعرض فقال فدعوني اذهب الى الثغور اقاتل اعداء الله وتستريحوا مني. معنى الكلام يعني انا بجيبها. فابوا. قال فدعوني اذهب الى مكه اتعبد لله عز وجل. فابوا. فعرف الحسين ان هو هيتقتل هيتقتل. مقتول بقى مفيش حل تاني. فهيتقتل، يتقتل عزيز احسن ما يتقتل ايه؟ ذليل. بس لكن طب لو قدامك حل من الحلول اللي عرضها الحسين رضي الله عنه والطرف التاني بيقول لك ماشي، ده انا مش ده انت مش هتتحبس حتى، ده تعالى حتى لو انت تظن ان هو هيعمل بعد كده، الا ان المهم قتل الحسين رضي الله عنه. الوقائع دي هي اللي خلت السلف رضوان الله عليهم يختاروا عدم الايه؟ الخروج بهذه الطريقه، مش عشان الخروج ده زي يقول لك انتوا كنتوا تقولوا الخروج على الحاكم حرام، احنا بنقول انه خروج اللي حرام؟ الخروج الذي يؤدي الى سفك الدماء وانتهاك الحرمات. ماشي. والحاجه الثانيه الخروج اللي فيه تكفير وقتل المسلمين واستباحه دمائهم واعراضهم واموالهم، وده اللي كان موجود قبل كده في الثمانينات وللاسف هو للاسف اللي موجود حاليا في كثير من البلاد. المهم القضية دي مهمة. أنا كان التعليق اللي بقوله لأجل التفرقة بين ما ذكره شيخ الإسلام في فعل القرامطة اللي يقول وسفك دم من يراه يحج البيت، وبين أفعال حصل فيها سفك دم من يحج البيت ولكن لم يكن بنية إيه؟ قتل الحجاج. لكن دي بقت كفر عشان كده. والمهم إن دي عند المرجئة يلزمهم أن من فعل كل هذا فهو كامل الإيمان. فالرد عليهم بهذا الإلزام المهم جدا. عشان كده بيقول ابن تيمية فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. دي نقطة مهمة غاية الأهمية، إنه لا يمكن إن واحد ما يتركش المكفرات إلا وهو إيمانه الباطن فاسد. فالنواقض
الظاهرة، ترك النواقض، ترك الشرك والكفر هو من أصل الإيمان. ترك الشرك والكفر ظاهرا وباطنا هو من أصل الإيمان. ويكون واحد لا يترك المكفرات الظاهرة اختيارا وقصدا وطوعا، فإنه لا يمكن إلا أن يكون كافرا في الباطن. وده مجمع عليه من أهل السنة، إن ما فيش واحد يسجد للصليب مختارا طوعا أو يلقي المصحف في النجاسات عمدا قاصدا لذلك عالما بأن الذي في يده مصحف، ويكون في قلبه أصل الإيمان من تعظيم الله وحبه. ما فيش واحد يشتم ربنا وهو بيعظمه، ما فيش واحد يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشتم دين الإسلام وهو بيعظمه. وإن كان ده منتشر في قطاع في بلاد كثيرة، الانتشار ده ما يغيرش الحكم. يعني في كتير جدا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي تونس والجزائر أحيانا، احنا عندنا اللي منتشر عندنا سب الدين، مش سب ايه؟ مش سب الله. لكن الناس بتسب الله الذي خلق. يا الله يشم ربنا، ده رد عن الإسلام بلا نزاع، ماشي كده؟ لأنه لا يمكن أن يكون معظما لله وهو يسب الله. سب الدين هو من هذا الباب في الحقيقة. لكن هناك من العلماء منفصل عشان عرف أن في ناس كثيرة بتجري على لسانها من غير قصد سب الدين. لكن لو سب الدين فعلا ملة الإسلام، لا يمكن أن يكون معظما بل ولا منتميا في باطنه لهذه الملة وهو يسبها. لكن ممكن يبقى فيها أنه يقصد خلق الشخص، أو يقول أن دين الراجل ده وحش فأنا بسب دينه الوحش. والصحيح أن كلمة الدين لا يقصد بها في الأغلب العام إلا الملة، وبالتالي فهذا التفصيل الراجح فيه أنه غير معتبر، الراجح فيه. بس فيها اجتهاد؟ آه فيها اجتهاد، أن سب الدين من النواقض القولية الظاهرة، ماشي كده؟ لكن من علماء الحنفية والشافعية وغيرهم من يفصل في هذا الباب، مع أن الحنفية أشد الناس في باب النواقض والردة، وكثير جدا من الأمور لا يلتفتون إلى احتمال التأويل الذي قد يمنع التكفير. لكن أنا بنتكلم على أن ده مذهبهم في هذا الباب. المتأخرون منهم نصوا على التفرقة وقالوا يقال لمن سب الدين أتقصد دين الإسلام؟ فإن قال نعم خرج من الملة. ليه؟ لأنه يدل على فساد إيمانه الباطن. دي الأصول المتفق عليها في أنها من أركان وأصل الإيمان التي يزول بزوالها. الأصول المختلف فيها هي المباني الأربعة. ما عندناش غير المباني الأربعة. مال الخامس فين؟ المباني الأربعة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. الخامس فين؟ الشهادتين، مش كده؟ اللي تركها ونقضها ينقض إيه؟ أصل الإيمان بالاتفاق اللي احنا جعلناها، اللي هي قول اللسان اللي هما الشهادتين. المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج في حديث جبريل اللي هي مكملة للخمسة. فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، وده قلة قليلة تكاد تكون شاذة، خصوصا في صيام رمضان وفي حج البيت. وصورتها في حج البيت صورة يصعب تصورها. ليه بقى؟ لان هما ما بيقولوش ان اللي بي... لان احنا عارفين ان حج البيت الحرام فيه خلاف سائغ بين اهل العلم في كونه واجب على الفور ولا واجب على الايه؟ على التراخي. يعني لو واحد عند الشافعية عزم ان يحج قبل ان يموت، وفي نفسه هو قادر دلوقتي ومعاه فلوس وما راحش يهج، عند الشافعية ونص الامام نفسه ان هذا الرجل ليس آثما اصلا، فالفعل مباح، واحتجاجه في الحقيقة قوي، لأن الحج على الراجح فرض سنة إيه؟ 6 أو 9. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج من سنة 9 بلا ضرورة ظاهرة إلى سنة 10. ليه؟ طب بتقول ابن القيم بيقول لأنه كان يحج المشركون والعراة ويطوفون بالبيت عراة،
طب وده ما منعش انه هو كان يحج زي ما منعش انه يعتمر، وفيها اشد من ذلك. ده اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وايه وحول الكعبة 360 صنما، ده وسابهم زي ما هو. فالمرة دي كان لذكر ابن القيم ليس دليلا قويا على عدم الايه على انه فرض على الفور. والادله اللي وردت كلها في الترغيب. المهم انا بتكلم على الحته دي، فهم عشان كده وعارفين المساله دي خلاف سائغ والاخذ والرد فيها بين العلماء كبير، فهم افترضوا صوره ان احدا يقول انا لن احج الى ان اموت وهو يعتقد وجوب الحج ويراه ملزما به في باطنه، صورة تكاد تكون عسيرة جدا تصورها أصلا، وهو يقول لأجلي أن الزحام مثلا. وكانت البعض، أنا أعرف بعض الناس ربما حصل منه ذلك، يقول لك أنا والله أنا عارف أن الحج فرض بس أنا ما أقدرش أروح في الزحمة دي، هتوف إزاي في الزحام ده وأنا ما استحملش الزحمة وما استحملش الحر وناوي أنه ما يحجش. ماشي كده؟ ليه؟ لأن يقول لك هو في سنة هتحصل من غير زحمة؟ أهو دي ممكن الصورة اللي فيها خلاف. ماشي؟ اللي فيها خلاف في مسألة التكفير، ولكن صورة نادرة. وعندنا نص بالنسبة للصوم، وهو الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احترقت، أتى على امرأته في رمضان، أفطر عامدا في يوم من أيام رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو إيه؟ أو يطعم 60 مسكينا. رجل أفطر عمدا في رمضان، فإن الفطر عمدا في رمضان أكبر عند أهل العلم من قتل النفس ومن الزنا وشرب الخمر طالما أفطر بغير عذر. بس عندنا نص بيقول رجل أفطر بغير عذر وواجب عليه القضاء والإيه والكفارة. طب وفي الزكاة عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباخل بالزكاة، والحديث في الصحيح قال تحمى يحمى عليها في دار جهنم، تجعل صفائح الذهب والفضة، تجعل صفائح فيحمى عليها في دار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان هو كافر مخلد في النار ما كانش يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث في روايات صريحة في الزكاة. البعض يقول لك ده في حق سوى الزكاة، بقى حق مختلف فيه. أكثر العلماء يقولون لا حق في المال سوى الزكاة، هيعذب فيه 50,000 سنة. ده كلام باطل، فضلا أن في روايات مصرحة لا يؤدي زكاتها، في روايات في الصحيح صحيحة ثابتة في ذلك. المهم أن عشان كده بقول الخلاف ضعيف في الثلاث أركان الزكاة والصوم والحج، وقوي الخلاف قوي. يعني خلاف قوي يعني خلاف معتبر في تكفير تارك الصلاة خصوصا تكاسلا، وهي دي اللي فيها مذاهب. وإن كان الراجح قول جمهور العلماء أن تارك الصلاة تكاسلا لا يخرج من الملة، لكن الخلاف في المسألة دي سائغ في بالنسبة لمسائل الإيمان والكفر. لو واحد خرج الباخل بالزكاة من الملة والمفطر عمدا في رمضان من الملة، هقول له بالكثير أنت غلطان، مش هقول له انت مبتدع على كده، فضلا عن الصلاه. الامام احمد في الروايه المشهوره عنه يقول بتكفير تارك الايه الصلاه، واختلافه عنه اذا ترك صلاه واحده صلاتين مجموعتين، يعني يسيب الظهر لغايه المغرب او العصر لغايه المغرب، او يسيب المغرب والعشاء لحد الفجر او العشاء لحد الفجر او نص الليل على قول تاني، الصبح عندهم بيبقى قول واحد على القول ده، او يترك 3 صلوات. ادي اقوال عند الحنابلة. وابن تيمية له مذهب مستقل في ذلك. ابن تيمية بيرى انه اولا ان هو انما يكفر بالترك المطلق مع العزم على عدم القضاء. وبيفرق ابن تيمية بين التكفير ظاهرا وباطنا، يعني يحكم عليه إذا تركها. ليه بقى؟ جمهور الحنابلة في مسألة ترك الصلاة يرون من ترك الصلاة ولم يدعوه الإمام إلى الفعل ويعرض عليه العقوبة، هتصلي ولا نضربك نقتلك،
لا يكفر حتى يعرض الجمهور المكفرين، لأن الحنابلة عندهم رواية تانية بعدم التكفير اللي هي ترجيح ابن بطة وترجيح ابن قدامة في المغني، بيرجح أصلا أن كل الآثار المنقولة عن الإمام هي كفر دون كفر، ويجعلها موافقة لقول الشافعي ومالك أنه يقتل حدا لا ردة. المهم أن اللي بيقوله يقتل ردة بيقولوا امتى يرتد، بيحددوا اللحظة اللي عشانها لو مات قبلها هيورثوا الورثة ولا مش هيورثوه، هيدفن في مقابر المسلمين ولا لا. فبيقولوا يكفر في الحال التي يجب قتله فيها، يعرض على السيف يتقال له صلي وإلا قتلناك، فإن أبى كفروه في اللحظة دي وقتلوه ردة على ذلك. على كده ابن تيمية بقى بيقول بقول الجمهور الحنابلة في التكفير الظاهر انه يكفر في الحالة التي يعرض فيها على القتل، واما اذا تركها من غير ان يعرضه الامام على القتل. فابن تيمية رحمه الله يقول بتكفير تارك الصلاة في الظاهر اذا عرضه الامام على القتل فابى، واما في الباطن فهو يقول اذا كان تاركا لها مع أنه يعزم ألا يصلي في المستقبل فهو الذي يكفره، تارك لها بالكلية مع عزم ألا يصلي في المستقبل. وبعدين إحنا لسه الدرس ما خلصش، هما ربع ساعة بس، امسكوا نفسكم فيهم شوية وخلاص. أنا عارف إن الكلام صعب، إن أنا أمسك نفسينا ساعتين معلش. والأجري بياخد الأجرية من الحنابلة، هو الذي يقول بالتكفير بالترك المجرد، وده اللي بياخد بيه الشيخ ابن باز والعثيمين وعامة المشايخ في السعودية، مع ان ده القول اشذ قول عند الحنابلة او اضعفها، ومع كونه بالنسبة لقول الجمهور بقى ايه اضعف واضعف الترك المجرد. لكن ده انا بالنسبة لكلمة مذاهب العلماء، الراجح في المسألة هو قول من يقول بعدم الايه بعدم التكفير. الأقوال في مسألة، لكن دي أصول مختلف فيها اللي هي ترك المباني الأربعة. من العلماء بعضهم يكفر بترك الصلاة، بعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة أو الزكاة، بعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل عليها، إذا كان بيقاتل الإمام اللي بيدعوه إلى أن يأخذ الزكاة عشان مانع الزكاة. بعضهم يكفر بترك أي من الأركان الأربعة، وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مباني الإسلام الأربعة المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقاتل بتركها عند جماهير العلماء، بل هو نقل إجماع العلماء على ذلك. إذا كانت طائفة ممتنعة، يعني بإيه ممتنعة؟ يعني بتقاتل اللي عايز يعاقب ترك الصلاة، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثرهم أو أكثر السلف. لا، الراجح أن هذا ليس أكثر كلام أكثر العلماء ولا أكثر السلف. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا، زنديقا يعني منافقا أظهر نفاقه الأكبر، وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس، لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما بترك الصلاة والزكاة ولا يكفره إلا بالصلاة، كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما بترك الصلاة والزكاة ولا يكفره، كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، كالمشهور من مذهب الشافعي. هذا نقف عنده، والمرة القادمة نذكره تفصيلا أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.